27/04 لعام 2023. أعطي الآن الكلمة لأعضاء المجلس الراغبين في التقدم ببيان بعد التصويت. أعطي الكلمة بداية لسعادة ممثلة المملكة المتحدة. شكرا حضرة الرئيس، أود أن أشكر الزملاء على تواصلهم البناء معنا خلال المفاوضات بشأن مشروع النص. ترحب المملكة المتحدة بهذا التوافق في الآراء واعتماد القرار بهذا الشكل، لأن ذلك يعبر عن الدعم القوي الذي نقدمه لعمليات السلام في كولومبيا. إن نحن ننتهي من الأسبوع الخاص بالمرأة والسلم والأمن، وبالتالي فإنه من المناسب أن هذا المجلس قد أقر بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا فيما يخص إدراج البعد الجنسي بوصفه بعدا شاملا في إطار تنفيذ الولاية المنطة بالبعثة، وأيضا التأكد من الحصول على الخبرات الملائمة في هذا المضمار. شكرا جزيلا. شكرا لسعادة ممثلة المملكة المتحدة على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لسعادة ممثل غانا. حضرت الرئيس، إن الدول الأفريقية الثلاثة في المجلس ترحب باعتماد القرار الخاص بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا بالإجماع، وهو القرار الذي عرضته المملكة المتحدة، ونشكر المملكة المتحدة على جهودها وعلى تفانيها في إطار تنفيذ المشاورات الخاصة بهذا النص. نحن صوتنا مؤيدين لمشروع هذا القرار، لأن ذلك يؤكد على التزامنا بتقديم الدعم لكولومبيا حكومة وشعبا من أجل التوصل إلى السلام المستقر والمستدام، وذلك إلى الثقة التي أولتها كولومبيا في الأمم المتحدة من أجل التحقق في تنفيذ اتفاق السلام في كولومبيا، وذلك أيضا بالنظر إلى التقدم الكبير